وللمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن أكاذيب وافتراءات أمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله ومحاولته سرقة تاريخ المقاومة العراقية، ينضم إلينا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في الهيئة عبر الهاتف من عمان. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي الكريم. دكتور، أصدرتم بيانا في هيئة علماء المسلمين بالعراق وصفتم فيه ما جاء في اللقاء المطول لأمين عام ميليشيا حزب الله في لبنان، وصفتموه بأنه افتراءات. ما ملامح تلك الافتراءات من وجهة نظركم؟ نعم أخي الكريم، قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين اليوم أصدر تصريحا صحفيا رد فيه على تخرصات حسن نصر الله بشأن المقاومة العراقية ضد الاحتلال. حسن نصر الله خرج أمام الناس ليحاول أن يحرف الحقيقة وأن يزور التاريخ المعاصر الذي نعيشه، عندما حاول أن ينسب المقاومة العراقية وعملياتها العسكرية ضد الاحتلال الأمريكي وضد قواته في العراق أن ينسبها إلى الميليشيات المجرمة التي استهدفت المواطن العراقي على كل المستويات. بكل صلافة خرج حسن نصر الله يقول المقاومة كانت من الميليشيات، ومعلوم للقاصي والداني والقريب والبعيد، معلوم للصديق والعدو أن المقاومة العراقية بدأت أول عملياتها في الفلوجة وكانت قد استهدفت القوات الأمريكية. ومنذ ذلك الحين بدأ بعد الاحتلال بأشهر قليلة معدودة بدأت المقاومة العراقية باستهداف الجيش الأمريكي المحتل، وقد وصلت ضربات المقاومة إلى أن أصبحت تتجاوز 300 عملية يوميا كما صرح بذلك الأمريكان أنفسهم. كانت هذه الضربات تستهدف القوات الأمريكية فيما عرف بالمثلث السني أو بمثلث الموت السني. ابتدأت بالأنبار، بغداد، شمال العراق، صلاح الدين، سامراء، نينوى، تأميم، ديالى، في بابل. كانت هذه المناطق هي التي أوقعت بالأمريكان خسائر فادحة، ومعلوم أن هذه المقاومة كانت من أهل السنة. حسن نصر الله كلامه لن يمر على طفل صغير، ومحاولته هذه لا تتعدى أن تكون تخرصات لا قيمة لها على أرض الواقع، لأن الجميع وحتى العدو اللي هو الأمريكان يعلمون أن المقاومة العراقية هي مقاومة كانت في المناطق السنية، كانت لبة المقاومة وقيمتها العالية. طيب، بحسب مراقبين فإن لقاء نصر الله الذي يأتي قبيل حلول الذكرى الأولى لمقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني كان بمثابة تلميع للقتيلين. برأيكم إلى أي مدى يمكن أن ينطلي ذلك التلميع الإعلامي على الشعوب بعد المجازر التي تسببت بها الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ تصريح قسم الإعلام اليوم كان واضحا وصريحا بأن حسن نصر الله يحاول أن يلمع صورة قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ومن بعدهم الميليشيات الإرهابية، بعد أن أصبحت هاتين الشخصيتين تشتهران بقتل وتهجير الملايين من العراقيين والسوريين واليمنيين. حاول نصر الله أن يجعل من المجرم بطل ومن الإرهابي مقاوم، ولكن هيهات هيهات، فدماء السوريين ودماء العراقيين ما زالت إلى يومنا هذا تسيل على يد الميليشيات الإجرامية والإرهابية التي أسسها قاسم سليماني وقادها أتباعه مثل المهندس وغيرهم. الملايين ما زالت إلى الآن تعاني آثار التشريد والتهجير، فكيف يمكن أن تبرر جرائمهم وإرهابهم بحق المدنيين؟ نصر الله أخذ 4 ساعات يحاول أن يجد شيئا يمكن أن يتفاخر به ويوصله للناس، لكنه عجز عن ذلك والتجأ إلى المراوغة وإلقاء كم هائل من الأكاذيب وتزوير الحقائق وتزويق الباطل، لأنه بكل بساطة التاريخ الذي يحاول نصر الله أن يزوره ما زلنا نعيشه، وآثاره ما زالت مستمرة إلى اليوم في العراق وسوريا واليمن. لكن الأخطر من ذلك هو ما جاء على لسان حسن نصر الله في محاولة منه لتزييف التاريخ. هل تصلح هذه التكتيكات إذا ما تم السكوت عليها برأيكم دكتور؟ حقيقة لا تصلح أبدا، وحقيقة السكوت على هذه الافتراء غير صحيح، حتى وإن كانت هذه الافتراءات لا قيمة لها وتشمئز وتنفر منها من سماعها الأذان، ولكن هذه الأكاذيب والأباطيل صدرت من شخص كان يدعي أنه يقام الاحتلال الأمريكي والصهيوني، وفي الحقيقة هو تربطه علاقات مع الطرفين،
وكلاهما لأنه أصلا هو يتبع حكومة طهران، وكلا حكومة طهران والأمريكان يتخادمان فيما بينهما لإنهاء الدول العربية والإسلامية، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل وهذا طبيعي جدا. تصريح قسم الإعلام اليوم ذكر نقطة مهمة تنقض كل افتراءات نصر الله، وهو أن فتوى السيستاني في بداية الاحتلال موجودة وثابتة والكل يعلمها، وأنه منع مقاومة المحتل بل وتعاون معه من هذا الجانب. الجانب الآخر ما يسميهم حسن نصر الله جبهة المقاومة والممانعة هي أول من تعاون مع الاحتلال، وكانت أول نواة للحرس الوطني في العراق هي الميليشيات متكونة من منظمة بدر وحزب الدعوة وجيش المهدي، كانت هذه دورها حماية المحتل الأمريكي من ضربات المقاومة، ثم بعد ذلك استخدمت هذه الميليشيات لضرب المقاومة العراقية ولخلق الفتنة الطائفية في العراق. والأمر الآخر والمهم جدا وهو أن ما يسميهم حسن نصر الله محور المقاومة هم نفسهم الذي جاء بهم الأمريكي المحتل الأمريكي ونصبهم حكومات على العراق، وإلى يومنا هذا هم مستمرون بهذا الأمر. طيب هذه الأكاذيب كما أشرتم دكتور طالت المقاومة العراقية، كيف ترى ما جاء من روايات لسليماني عن المقاومة العراقية، وكيف تنظرون الدور الإيراني في الغزو الأمريكي للعراق؟ ونحن نستذكر ما قاله مسؤولون إيرانيون بأنه لولا طهران لما استطاعت الولايات المتحدة أن تحتل بغداد. نصر الله حاول أن يسرق مقاومة الاحتلال الأمريكي من المقاومة الحقيقية المجاهدة ضد المحتل وينسبها للميليشيات المجرمة بقيادة قاسم سليمان، وحاول أن يتهم المقاومة بقتل المدنيين، ولكن الحقيقية عكس ما ذكر، لأن في الوقت الذي كانت المقاومة الأصيلة تستهدف القوات الأمريكية المحتلة كانت الميليشيات تنشغل بتهجير وقتل الناس من المدن في المدن المختلطة، وفي الوقت نفسه كانت القوات الحكومية تشن حملات عشوائية كبيرة جدا وكثيرة بحق أهل المناطق السنية، وإلى الآن عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون تهمتهم الأساسية والوحيدة هي مقاتلة الأمريكان، والحكومة كما هو معلوم تخضع لسيطرة ما تسمى جبهة الممانعة والمقاومة. الدور الإيراني أما الدور الإيراني في احتلال العراق فقد أصبح صريحا ومعلوما باعترافات الإيرانيين نفسهم الساسة والشخصيات الباردة الإيرانية، صرحوا كذا مرة وعدة مرات أنهم لولا إيران لما استطاعت أمريكا احتلال العراق ولما استطاعت أمريكا احتلال أفغانستان. هذا يكفي لأن ينسف نظرية حسن نصر الله برمتها. طيب في بقراءة للقاء نصر الله المطول يستنتج المشاهد أن هناك محاولة مستميتة لإعادة إحياء ما يسمى محور المقاومة والممانعة، هل ترى ذلك ممكن وحزب الله يجلس على الطاولة مع الصهاينة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية أو حديث الدوائر السياسية عن قرب تطبيع بشار الأسد للحفاظ على منصبه؟ حزب الله ومعه ما يسمى بمحور الممانعة والمقاومة انكشف على حقيقته وسقط القناع الذي كان يتستر به حسن نصر الله. هذا المحور فعل الكثير عندما دخل إلى الشعب السوري أجرم بحق الشعب السوري، جعل الكوارث والمآسي والآلام والمحن والمعاناة، لا يمكن أن ينسى الشعب السوري حسن نصر الله وحزب الله وماذا فعلوه بالشعب السوري، وما زال أداة إلى الآن نصر الله وحزبه بيد إيران تحركه كيفما شاء ووقتما تريد. اصطفافهم مع بشار الأسد كان آخر ورقة لسقوط هذا القناع، ولا يمكن أن يجمل الوجه القبيح المجرم بالكلام المعسول وبكذب، لا يمكن أن يقبلها لا العاقل ولا الشعب العراقي ولا الشعب السوري ولا الشعوب العربية التي أصبحت تعاني من إجرام إيران عن طريق أدواتها الميليشياوية التي كان قد أسسها قاسم سليمان. نعم، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين بالعراق الدكتور ثامر العلواني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.